مهما كانت آلام المعدة اللي عندكم بسبب ايه، الكوباية دي هتلاقي الهضم، الأكل كله اللي في المعدة اتهضم، الوجع راح، كل حاجة بقت بيرفكت. كوباية مغلي قشر الرمان، وده دواء ومش أكل، ليس طعام، فمقدرش أخده مدة طويلة وكتير، باخده يعني للحالات إن أنا عاوزة أعالج حاجة، ماكسيمم أسبوع. يكرم الله، اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. الرمان لسه هنكمل مع الرمان. انا اكلت الرمان او عصرته، فضل عندي البذور بقى والقشر، اوكي، او اكلته فضل عندي القشر. القشر ده من الحاجات الرائعة جدا، برضو غني بمضادات الاكسدة العالية جدا، وانتي بكتيريال وانتي فانجل وانتي فايرال، كل الحاجات اللي هي ممكن تقرفنا في حياتنا ممكن يقضي عليها. بس هل انا اشربه ولا ما اشربوش؟ anyway، خليني اقول ان انا لما بينشف بقى ويبقى دراي بطحنه، بيتحول للبودرة دي. دي بقى ممكن تستعملوها اي وقت طول السنة. دلوقتي هي الفريش ده انا عملت منه الشاي اللي هنعمله. للكبار ممكن اخده، بس ما اخدوش مدة طويلة برضو، لان هو كل القشر القشور والبذور بيبقى فيها مادة سامة. يعني باخدها كعلاج، انا من مثلا عندي باراسايت، عندي مشكلة في معدتي، عندي ألم، عندي حاجة، فباخدها فترة صغيرة، ماكسيمم عندي اني اخد الحاجات دي اسبوع وبعدين اوقفها، اوكي. يعني اغليها بقى زي الشاي، هوريكم ازاي عملتها دلوقتي. بغلي ميه بحطها فيها دقيقه، تغلي غلوه واحده واقفلها واسيبها خالص لما تبرد، كل الماده الفعاله اللي في القشور تروح. ممكن استعملها وهي طازجه كده بعد ما اكلته، اوكي. وممكن بعد ما انا جففته كده اخد معلقه زي ما انتم شايفين ده المجفف، واحطها على الميه السخنه، برده غلوه واحده بس، وبعدين استعملها، اوكي. ممكن اضيف لها ليمون، ممكن اضيف لها كمون، دي من الحاجات اللي بتساعد الجسم يحرق الدهون، بتموت كل الميكروبات اللي هي الهيدن اللي بيقولوا عليها المستخبيه في جسمنا، اوكي، واللي ممكن تسبب لنا مشاكل كتيره كتيره لا تتخيلوها. من الحاجات اللي بتقضي عليها طبعا غير حبه البركه، زيت حبه البركه اللي حكينا عليه، وكمان قشور الرمان، ورق الزيتون، كل الحاجات دي. بس ما اقدرش اخد الحاجات القويه دي مع بعضها في نفس الوقت، يعني اخلي مثلا فتره قشور رمان بعدين ادخل في حاجه تانية، اوكي. الكانديدا، كل ده ايه بقى اللي انا عاوزاه بقى استعمله استعمال عادي وممكن يكون يومي، ومن الحاجات الرائعه انه بتنظف لي الجم، تقتل لي البكتيريا اللي في اللثه، وتنظف لي الاسنان بتاعتي، امضمض بيه، واديها بقى لاي حد صغير كبير يمضمض، طالما بيعرف يمضمض يمضمض بيها، اوكي، لاني مش هشربها. المضمضه بالحاجات اللي بتقتل البكتيريا وانواع مختلفه بقى من البكتيريا من الحاجات الرائعه جدا، ممكن اعملها مضمضه يوم ويوم، رائعه رائعه جدا. اللثه اللي عندها التهاب في اللثه، يعني دي بدايه كل الامراض، لو الالتهاب ده بقى له مده طويله او بيروح وبيرجع، معنى كده ان انا ما قضيتش على البكتيريا المسببه للالتهاب، فدي ممكن تعمل لي امراض لا تتخيلوها، حتى مشاكل في القلب، مشاكل في المعده، التهابات المفاصل، قالوا تبدا من اللثه اللي فيها بكتيريا. فاللثه يعني مهمه قوي. المضمضه اللي بتتباع الكوميرشال في الصيدليات، مش دي اللي استعملها، او لو استعملتها يبقى الحالات الطارئه كده، بس مش على طول، عشان هتقضي على كل انواع البكتيريا الضاره والنافعه. فالحاجات الطبيعيه الى حد ما هي اللي افضل، بمضمض بيه بيديني نتيجه حلوه جدا. شوفوا بقى انا بعد ما غلى غلوه واحده بس كده، يعني دقيقه او اقل، وسبته يبرد، ابدا بقى استعمله. للكبار قلنا ممكن اضيف عليه شاي اخضر، اوكي، وهو في اخر غلوه كده احط شويه من الشاي الاخضر واغطيه واسيبه، هستعمله قلنا للمضمضه، ممكن احط معاه حبه بركه، كل ده للمضمضه واعملها مضمضه. ده ممكن عشان هو ماده قويه قوي، يعني ما بتعيش فيها البكتيريا، ممكن يقعد معايا لحد اسبوع فيري كلير، ما حصلوش اي حاجه من غير الثلاجه، بس اتاكد ان انا غليته لمده دقيقه، اوكي، مع حبه بركه، مع شاي اخضر، اي حاجه خالص، واحطه واعمله للمضمضه، رائع جدا. لو عندي بقى التهاب في زوري بينفع للغرغرة وهو بارد، يعني مش هو سخن طبعا. لحرق بقى الدهون زي ما قلنا، يساعد ان جسمي يحرق الدهون، يزود الميتابوليزم، هزود عليه شوية من شطة الكيان، او ممكن حتى هو لوحده كده، ممكن اغليه مع شوية من الكمون، كل الحاجات دي، واشرب منه، شوفوا قليل من الكيان بيبر، اوكي. ممكن اضيف له شوية من الخل، على فكرة طعمه مش سيء خالص، حاجة رائعة جدا، واخده يوم ويوم، يعني مش كل يوم.